يا هلا يوميا هلا طلابي، طلاب الصف الثالث متوسط، اهلا وسهلا بكم في هاي المحاضره المهمه جدا، تعتبر عندك المحاضره التاسعه من منجز الكتاب. اليوم محاضرتنا راح ناخذ بها السؤال الثالث فرع اي. سؤال الثالث فرع اي بالامتحان الوزاري يجيك على شكل definitions، يقصد بها التعاريف. التعاريف الموجوده بالمنهج كلها كتبت لك اياها، خليها ببالك. هذا السؤال بعض الاحيان يتغير مكانه، يعني مو شرط يجيك بالسؤال الثالث فرعي، ربما يتغير مكانه بعض الاسئله الوزاريه، بس اكثر الاسئله الوزاريه يجيك ضمن السؤال الثالث فرعي. هذا ايش مكتوب عليه؟ تعاريف. شلون تعرف هذا الفرع اذا اجاك بالامتحان الوزاري؟ راح يجيك بهذا الشكل، يعطيك الاي وتلقى بالاخر كلمه definitions، يقصد بها التعاريف. جميع التعاريف الموجوده عندك بالكتاب كتبت لك اياها، هسا ركزوا معي على ذن التعاريف. هاي المحاضرة حاول لا تعبرها، إذا ما تضبطها تفسخها تفسخ، كون تعرف التعاريف الموجودة بالكتاب كلها. زين، خليها ببالك. أول شيء عندك نمبر 1 قايل لك a person، قايل لك a person هو يقول لك بمعنى الشخص الذي helps، يساعد. others is فراغ. باوع بالامتحان الوزاري موضوع التعاريف خليها ببالك، يجيبوا لك اياها بثلاث طرق. اما يجيبوا لك اياها على شكل اسقاطات. شنو اسقاطات؟ يعني يعطيك مستطيل فوق، بهذا المستطيل راح يخلي لك مجموعه كلمات ذن لونهن ازرق، راح يخلي لك اياها وين بالمستطيل، فهمت؟ يجيب لك سته من عندهن، يقول لك انت نزلهن وين بالفراغات، يعني راح يعطيك هذا كامل وهذا على شكل فراغ، انت تجيب من ذن الكلمات وتخلي وين بالفراغات. هاي طريقة رقم واحد والطريقة الشائعة نسميها، يعني لك أغلب الأسئلة الوزارية تجيب هاي الطريقة. زين، الطريقة الثانية اللي خاف يجيبوا لك إياها، يعطيك ذن التعاريف كاملات، ذني كاملات، وش يقول لك؟ يقول لك كومبليت، يعني اكمل لي التعريف أنت، يقول لك اكمل لي هذا اللون الأزرق. افتهمت الفكرة؟ هاي الطريقة الثانية وجابوها مرة أو مرتين بالامتحان الوزاري. الطريقة الثالثة طريقة الاختيارات. شنو طريقة الاختيارات؟ جابوها مرة واحدة بالامتحان الوزاري. موضوع التعريف يعطيك التعريف كامل ويعطيك اختيارات بين هاي الكلمة الصحيحة وياها كلمة ثانية، يقول لك اختار الكلمة الصحيحة. ذن ثلاثتهن دير بالك من عندهن بالامتحان الوزاري، فضروري من عندك لازم تحفظ التعريف، يعني لازم تحفظ هذا اللون الأزرق كلش هواي. إضافة لازم تكون عندك معرفة على معنى التعريف، معرفة على معنى التعريف على مود من يجيك بالامتحان الوزاري ما تشتبه بي. زين، أول شيء النقطة الأولى قايل لك شخص يساعد. أنا من لقيت كلمة helps معناتها يساعد، يعني مساعد، يعني لقيت هاي الكلمة من ضمن التعريف helps معناتها يساعد، يعني أكو شنو؟ أكو مساعدة. افتهمت الفكرة؟ يعني مساعد. زين، number 2 قال لي 3 or more people، يعني ثلاثة أشخاص أو أكثر. waiting ينتظرون في line، خط. من ألقي كلمة ينتظرون وخط، أتذكر إذا انتظار وأكو خط، يعني شنو؟ أكو طابور، أقول كيو، كون أنا حافظ الإملاء مالتها. زين، نمبر 3 قال لي words and pictures، يعني قال لي كلمات and وصور. باوع to help تساعد، sell بيع، تساعد بيع، هنا أكو helps ميز بياناتي، هنا تساعد على البيع، تساعد على البيع، وهنا بس يساعد. إذا تساعد على البيع شنو؟ إعلان. كلمة advert معناتها إعلان، ومرات يغير لك شكلها يعطيك إياها بهذا الشكل، نفس الكلمة تشبهها advertisement، يغير لك إياها بهذا الشكل. لو يعطيك هاي، لو يعطيك هاي، هسا تقول الأستاذ إذا جاب لي فراغ أي وحدة أكتبها هي صحيحة؟ أي وحدة تكتبها هي صحيحة إذا قال لك كومبليت اكمل لي. بينما اذا جاب لك اياها المرات يعطيك اياها مستطيل، مثل ما قلت لك اي وحده من هاي لو هاي تلقيها بالمستطيل ضيفها هي الصحيحه. فهمت الفكره؟ زين، بالنسبه عندك الرابعه قال لك يو كان مونيتور يور هيلث وذ ذس سمارت ويتش. باوع مونيتور معناتها مراقبه، مراقبه. تذكر اذا اكو كلمه مونيتور بالجمله تذكر سمارت ويتش واتش تشتغل عندك. سمارت واتش معناتها الساعه الذكيه، ساعة ذكية، أنت يمكنك مراقبة صحتك هذه الساعة. ها، عرفت الفكرة؟ زين، بالنسبة عندك نمبر 5، نمبر 5 قال لك it makes car، يجعل السيارات والقوارب والطائرات move، تتحرك. شنو؟ تقدر تقول له engine أو تقول له fuel، كلاهما صحيح. أي وحدة تلقيها موجودة بالمستطيل ما راح أجيب لك إياها الاثنين، راح أجيب لك وحدة من عندهن، أي وحدة تلقيها هي صحيحة.
استاذ قال لي استاذ هاي ما موجوده عندي بالمنهج. اي اقول لك صح، هاي ما موجوده بالمنهج، بس جابوها بالوزاري، جابوها ضمن التعاريف. زين هواي طلاب اشتبهوا بيها هاي، فاي وحده تلقيها او اذا جاب لك اياها كومبليت فاي وحده تكتبها هي صحيحه، خليها ببالك. زين نمبر 6 قال لك pair that hunt and killed other pairs. باوع يقول لك هنا طائر، باوع يصيد ويقتل، يصيد ويقتل. ايش راح تقول له؟ معناتها مفترس، predator معناتها مفترس، يعني يقول لك هنا يصيد ويقتل، يصيد ويقتل، طائر يصيد ويقتل، يا هو تقول له مفترس، اتذكر كلمة مفترس. زين نمبر 7 قال لك the opposite، كلمة opposite معناتها معاكسة. من تلقي لك كلمة opposite؟ هسه تقولي صار هاي من ضمن الإملاءات، يعني من ضمن موضوع الخدنان، ضمن موضوع الإملاءات، يعني معاكسة. شلون جابها للتعاريف؟ أقول لك دائما يجيب لك هاي الكلمة من ضمن التعاريف، دي بالك من عندها. قال لك هنا opposite يعني معاكسة safe، معناتها آمن. يقول لك معاكسة آمن ويعطيك فراغ، تقول له dangerous أو تنزل كلمة dangerous. ها عرفت الفكرة؟ زين نكمل. ايش قال لك هنا؟ لاحظوا وياي. set and travel on the horse and camel، بمعنى يقول لك جلوس والسفر على حصان او جمل. بس كلمه جلوس يعني شنو؟ اكو ركوب. رايت right. مثل كلمه بدايه التعريف set معناتها يجلس، او السفر على حصان او جمل معناتها ركوب. ها جلوس ركوب. زين نمبر 9 قال لك the fastest bird، اسرع الطيور. اسرع الطيور من تلقى هاي العباره، اسرع الطيور يعني شنو؟ فولكن معناتها الصقر. تذكر جوابك الصقر. قال لك people who are not children معناه يقول لك الناس او الذين ليسوا اطفالا، الناس الذين ليسوا اطفالا او الاشخاص الذين ليسوا اطفالا. تقول له adult معناتها بالغين، اطفال اكو بالغين. ها فهمت الفكره؟ نمبر 11 قال لك رايس اند ويت، يعني يقول لك ان انا الرز والقمح، الرز والقمح فور اكزامبل، مثل كرابس معناتها محاصيل، كرابس معناتها محاصيل. اتذكر اذا لقيت رز يعني اكو محاصيل بالموضوع. ها عرفت الفكره شنو؟ زين 12 قال لك هانت اند كيل، يقول لك يصيد ويقتل. سمول انيمالز من تلقى كلمه كيل سمول انيمالز، يقتل الحيوانات الصغيره، يقتل الحيوانات الصغيرة. راح تقول له ايش راح تقول له؟ تقول له owls معناتها بوم، يقتل الحيوانات الصغيرة البوم. زين ايش قايل لك هنا؟ قايل لك a large a long legged bird in desert، ايش قايل لك هنا؟ يقول لك طائر كبير طويل الساقين، طويل الساقين. مثل قايل طويل الساقين الذكر شنو؟ تقول له الحبارة، هذا طائر الحبارة. ها عرفت الفكرة شنو؟ زين قايل لك someone who works an office بمعنى يقول لك الشخص الذي يعمل في المكتب، شو نسميه؟ باوع من تلقي مكتب اكو موظف نسميه clerk معناته موظف، من تلقي مكتب اكو موظف. ها زين نكمل. قال لك هنا أنا لاحظوا وياي، قال لك well known معناتها مشهور او معروف، يعطيك كمرادفه لها هي، بس هو راح يقول لك بس well known، تذكر بالفراغ ماتك تخلي كلمة famous. ها عرفت الفكرة؟ زين عندك هنا قال لك to exhibit or display بمعنى to exhibit معناتها عرض، وعندك display معناتها عرض، دني يعني دني كلمتين يدلان على عرض، وعندك كلمة ثالثة يا هي الشو. ها عرفت الفكرة؟ راح يطنيك ذا انه هو يريد من عندك هاي لونها ازرق. عرفت الفكرة؟ زين زين عندك 17 قال لك هنا business money بمعنى يقول لك اموال الشركه، after expenses بمعنى تجي اموال الشركه بعد النفقات، هاي بعد النفقات ايش راح اسميها؟ تقول لك profit. من تلقي اموال شركه اكو شنو؟ اكو ربح بين قوسين. ها عرفت الفكره شنو؟ زين عندك number 18 قال لك هنا an assessment of something، باوع بمعنى هنا ايش يقول لك؟ يقول لك تقييم، تقييم الشيء، إذا اكو تقييم يعني شنو؟ اكو opinion، اكو رأي، اتذكر. زين نكمل. لاحظوا وياي. قال لك هنا نمبر 19 قال لك سكير بوك، يعني يقول لك كتاب مرعب أو فيلم مرعب أو مسرحية مرعبة.
زين نطلق عليها horror بمعنى مرعب أو رعب. فهمت الفكرة؟ يعني من تلقي كلمة scare fuck يعني كتاب مرعب اتذكر اكو horror. اوكي؟ بالنسبة عندك 20 قال لك your opinion and facts about a book, film or play. يقول لك هنا رأيك وحقائق about عن كتاب أو فيلم أو مسرحية. راح تقول له review استعراض. راح يكون جوابك review. زين عندك 21 قال لك هنا activities like running and jumping and swimming. يقول لك هنا بمعنى يقول لك هنا الأنشطة مثل الجري والقفز والسباحة. ايش راح تقول له؟ تقول له sports بمعنى تجي شنو؟ تجي رياضة أو رياضات أو تجي athletics معناتها هم رياضة. هاي لو هاي بالامتحان حسيت تقول استاذ بس هاي موجودة عندي بالكتاب. اي اقول لك هاي هم جابوها بالامتحان الوزاري. خاف يجيبوا لك اياهم كمرادفات. خاف يجيبوا لك اياهم كمرادفات ديباك من عندهم. زين اما يجيبوا لك هاي لو هاي اي واحدة تلقيها موجودة بالمستطيل هي صحيحة. فهمت الفكرة؟ زين عندك 22 قال لك always دائما having silly accidents clumsy باوع من تلقي كلمة هو دائما يقول لك ان انا دائما مع وقوع حوادث خبيثة. باوع من تلقي كلمة silly معناتها سخيف. اكو شنو؟ اكو حوادث خبيثة. ها عرفت الفكرة؟ زين 23 قال لك a person an apple يقول لك الشخص الفي الموجود بالكتاب او الموجود بالفيلم او المسرحية شنو نطلق عليه؟ تقول لك كاركتر شخصية. ها عرفت الفكرة؟ زين نكمل. قال لك هنا أنا it tells يخبرنا a funny story عن قصة مضحكة. شو راح تقول له؟ تقول له بس تلقي funny story يعني كوميدي. اتذكر اكو كوميدي بالموضوع. ها عرفت الفكرة؟ زين 25 قال لك هنا information about sun يقول لك هنا معلومات عن الشمس. من تلقي دائما بداية التعريف مالتك معلومات عن الشمس يعني اكو شنو؟ واذا طقس بالموضوع. فهمت الفكرة؟ يعني اذا لقيت معلومات عن الشمس يعني اكو طقس بالموضوع. يعني تختار الطقس او تكتب الطقس او تنزل الطقس بالفراغ. زين عندك 26 قال لك question بمعناتها سؤال and answer وجواب. سؤال وجواب. من تلقي سؤال وجواب تقول له quiz show معناتها مسابقات. سؤال وجواب اكو شنو؟ اكو مسابقات بالموضوع. عرفت الفكره؟ زين عندك 27 قال لك conversations بمعنى محادثات between بين famous people بين اشخاص مشهورين. ايش راح تقول له؟ تقول له talk show معناتها برنامج حوار. من تلقي كلمه محادثه او تلقي famous people اتذكر ذني اعتبر ان دلاله للتعريف راح تقول له talk show بمعنى برنامج حوار. زين عندك 28 قال لك it gives information about one subject بمعنى يقول لك يقدم معلومات حول موضوع واحد. يا هو الموضوع تقول له documentary راح يكون عندك جوابك وثائقي. فهمت الفكره؟ زين طلابنا الاعزاء بالنسبه عندك ذني تعاريف الكتاب كله جميع التعاريف الموجوده عندك بالكتاب ضفت لك اياها. خلينا ببالك ذني التعاريف مثل ما قلت لكم اني كل الاسئله الوزاريه او اغلب الاسئله الوزاريه موضوع التعريف يجيك ضمن السؤال الثالث فرع اي. سؤال الثالث فرع اي راح يعطيك هذا المطلب. ومثل ما قلت لكم مرببان يغير لك المكان مالته. بعض الاحيان يغير لك المكان مالته بس انت من تلقي كلمه definitions يقصد بها التعاريف يعني تعاريف الموجوده عندك بالكتاب. خليها بالك اكو بعض الاحيان بالاسئله الوزاريه انت تعاريف كلها قاريهن يجيبوا لك هم دائما يجيبوا لك 6 تعاريف يقول لك جاوب لي على 5. مرات نقطة من ذن الستة يجيبوا لك إياها خارج التعاريف الموجودة بالكتاب. يعني صدق الأستاذ يعني يجيبوا خارجية؟ لا مو خارجية، إنما يجيبوا لك إياها من تمرين أو يجيبوا لك إياها من مثلا من قطعة. فأنت ما دام مسيطر على 5 أنا قاعد أقول لك نادرا يجيبوا لك وحدة من تمرين أو يجيبوا لك وحدة من أسئلة يعني من قطع كتاب. ما دام أنت مسيطر على 5 يعني جاوب كلهن أي وحدة تبقى هي هاي البقت عندك. فهمت الفكره؟ خاف يجيبون هيك فكون حذر انت اول ما تجي يعني بين قوسين اول ما تجي تجاوب تعرفني يعني مو جيت الموضوع التعريف تجي تجاوب تعرف اشر تعرفني جاوبن على راحتك على مود شنو على مود تبقى عندك اخر وحده هي راح تبين عندك بيا فراغ. طلابنا الاعزاء هذا كل ما متعلق بالمحاضره مالتنا. ان شاء الله تكون استفدت من عندها وان شاء الله نشوفكم بالمحاضره القادمه. واذا كنت تستفاد من محاضراتي حاول شويه تشترك بالقناه. انا متاكد تقريبا نص طلابي ما مشتركين بقناتي.
فرجاء حاول تشترك بالقناة على مود أي محاضرة توصل لك، على مود توصل لك أول بأول. طلابنا الأعزاء إن شاء الله أشوفكم بالمحاضرة القادمة. في أمان الله.